السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات. عنوان هذا الدرس هو قياس الكتلي الكيلوغرام ومضاعفاته. كنت في حصة سابقة شرحت وحدات قياس الكتل بالتفصيل، يمكنكم الرجوع إليها، ولكن في هذه الحصة سأتطرق للوحدات الكبيرة أي الكيلوغرام ومضاعفاته. تابعوا معي. إذا نبدأ بهذه الوضعية، وضعية الانطلاق. عبأ مزارع من ميدلت منتجه من التفاح في 217 صندوقا، يسع كل منها 40 كيلوغرام من الفاكهة. إذا السؤال هنا، هل في استطاعته حمل هذا المنتوج على شاحنة حمولتها القصوى 9 تي أو 9 طن؟ علما أن الصناديق تزن فارغة 3 كي أو 3 قنطار. ممتاز. إذن أول شيء سنقوم به هو الاستعانة بالجدول للقيام بالتحويلات اللازمة. طبعا هنا لدينا وحدات جديدة، الكيلوغرام، نعرف الكيلوغرام، لدينا النقطة، نقطة أو 10 كيلوغرام، بعدها لدينا القنطار رمزه كي، والطن رمزه تي. إذن هذه هي مضاعفات الكيلوغرام، النقطة، القنطار والطن. إذن كيف سنستعمل هذا الجدول؟ بنفس الطريقة التي استخدمنا بها الجدول الخاص بوحدات قياس الكتل. إذن سنقوم بالتحويلات اللازمة. لدينا هنا 9 طن، سنكتب 9 في وحدة الطن، ثم سنقوم بتحويل هذه الوحدة إلى الكيلوغرام. طبعا باقي الخانات سنقوم بملئها بالأصفار. إذن 9 طن تساوي 9000 كيلوغرام، نكتبها هنا. نقوم بنفس الشيء بالنسبة لوحدة القنطار، لدينا هنا 3 قنطار، إذا نضع 3 في الخانة المخصصة للقنطار، وباقي الخانات نملؤها بأصفار، إذا نضع هنا 0 وهنا 0، إذا 3 قنطار تساوي 300 كيلوغرام، نكتبها هنا. ممتاز. إذا 9 طن تساوي 9000 كيلوغرام، 3 قنطار تساوي 300 كيلوغرام. طبعا شيء ضروري وأساسي جدا عندما يتعلق الأمر بقياس الكتل، فإن استعمال جدول ضروري جدا. إذا نمر الآن للسؤال ب، نحسب كتلة التفاح. طبعا هنا لدينا 217 صندوقا، يسع كل منها 40 كيلوغرام من الفاكهة. طبعا هنا سنقوم بعملية الضرب. إذا نكتب 217 مضروبة في 40 تساوي، طبعا 4 في 7 تساوي 28، نكتب 8 ونحتفظ بالاثنان، 1 في 4 تساوي 4 والاثنان تساوي 6، ثم 2 في 4 تساوي 8، ثم نضيف 0 في الأخير. طبعا هذه العملية قمت بها بإنجازها بطريقة أفقية، يمكنكم إنجاز العملية بطريقة عمودية وستحصلون على نفس النتيجة، 8680 طبعا كيلوغرام، نكتب كيلوغرام. وبالتالي فإن كتلة التفاح هي 8680 كيلوغرام. ممتاز. الآن سنمر إلى السؤال الموالي، الكتلة الإجمالية للشاحنة. طبعا الشاحنة سوف تحمل الصناديق المحملة بالتفاح. طبعا كتلة الصناديق فارغة هي 3 قنطار أي 300 كيلوغرام، إضافة إلى كتلة التفاح التي تبلغ 8680 كيلوغرام. طبعا سنضيف هذا العدد ل 300 ونحصل على الكتلة الإجمالية للشاحنة. ممتاز. إذا 300 كيلوغرام زائد 8680 كيلوغرام تساوي 8980 كيلوغرام،
إذن هذه هي الكتلة الإجمالية للشاحنة، بمعنى كتلة الصناديق الفارغة زائد كتلة التفاح. نقارن ونستنتج. طبعا لدينا كتلة الشاحنة 9000 كيلوغرام، والحمولة الإجمالية للصناديق زائد التفاح هي 8980 كيلوغرام. وبالتالي يستطيع هذا المزارع حمل منتوجه على الشاحنة، طبعا لأن الكتلة الإجمالية للشاحنة أصغر من حمولتها القصوى التي تبلغ 9 طن أو 9000 كيلوغرام. إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال، السؤال الأخير في هذه الوضعية الأولى. نمر الآن لباقي الأسئلة. طبعا جميع هذه الأسئلة سنستعمل فيها وفي إنجازها جدول المبين هنا، جدول كيلوغرام نقطة القنطار والطن. إذا نقرأ السؤال الأول. أثقل رجل في العالم هو المكسيكي خوان فرانكو، ويزن 592 كيلوغرام، أشطب البطاقة الخاطئة. طبعا 592 كيلوغرام، سنضع هنا 2 وهنا 9 وهنا 5. إذا وضعنا هذه الكتلة في الجدول، 592 قنطارا. طبعا 592 قنطارا لا تساوي 1 قنطار، أكبر من 1 قنطار، إذا هذا الجواب صحيح، وأيضا أصغر من 1 طن، إذا هذا هو الجواب الخاطئ. إذا نشطب هذه البطاقة. ممتاز. نمر الآن للسؤال الثاني. أحيط الكتلة الممكنة من بين الكتل المقترحة. كتلة الحافلة أو كتلة حافلة هي 9 طن، 9 كيلوغرام أو 9 قنطار. طبعا كتلة الحافلة هي 9 طن، إن الحافلة كتلتها كبيرة، إذا 9 طن هو الجواب الصحيح. كتلة كيس الدقيق، كيس الدقيق يمكن أن يكون 50 قنطارا، كثير جدا، 50 قنطار بمعنى 5000 كيلوغرام. 50 طن كثير جدا على كيس الدقيق، إذا 50 هكتوغرام هو الجواب الصحيح، أي بالضبط 5 كيلوغرام. كتلة الفيل 4 كيلوغرام، 4 طن أو 4 قنطار. طبعا 4 طن لأن كتلة الفيل كبيرة. كتلة الديك 2 كيلوغرام، 2 قنطار واثنان طن. طبعا الديك كتلته 2 كيلوغرام. نمر الآن للسؤال رقم 3. دائما أحيط الكتلة الأكبر من 1 قنطار. إذا لدينا هنا 9999 هكتار. إذا كما قلت لكم سابقا، فيجب الاستعانة بالجدول من أجل إجابة الأسئلة. طبعا 9999 هكتوغرام، سأضع 9 في الهكتوغرام. طبعا الهكتوغرام هي وحدة تكون قبل الكيلوغرام. جيد. إذا وضعت هنا في الجدول 9999 هكتوغرام، بعدها 99 كيلوغرام. طبعا سأضع 9 في الكيلوغرام والتسعة الأخرى في النقطة. هنا 999 كيلوغرام، طبعا سأضع 9 في الكيلوغرام، 9 في النقطة، والتسعة الأخيرة في القنطار. وأخيرا 9 طن، سأضع 9 في الخانة مخصصة للطن، أضعها هنا. ممتاز. إذا 9999 هكتوغرام تم تمثيلها في الجدول، 99 كيلوغرام تم تمثيلها كذلك، نفس الشيء بالنسبة ل 999 كيلوغرام، وأيضا 9 طن. لماذا قمنا بتمثيل هذه الكتل في الجدول؟ كي نحيط الكتلة الأكبر من 1 قنطار. 1 قنطار تمثلها هذه الخانة، خانة القنطار. طبعا هنا لدينا الكتلة الأولى
9999 هكتوغرام، إذن هذه الكتلة أكبر من 1 أمتار، وأيضا هذه الكتلة 999 كيلوغرام، والكتلة الأخيرة 9 طن أكبر من 1 قنطار. إذن هذا هو استعمال الجدول، وهذه هي إجابة. طبعا نستعين بالجدول لكي نجيب عن هذا السؤال. بنفس الطريقة سنقوم بإجابة عن هذا السؤال، سؤال رقم 4، ولكن سنحيط الكتلة الأصغر من 1 طن. طبعا نضع 999 قنطار في الجدول، وضعتها هنا 99 قنطار. 1000 كيلوغرام وضعتها هنا في السطر الثاني. 9999 هكتوغرام وضعتها في السطر الثالث. 9999 هكتوغرام. وأخيرا 2 طن وضعتها هنا. إذا ما هي الكتلة الأصغر من 1 طن؟ سنلاحظ هذا الجدول وبالضبط هذه الخانة الخاصة بالطن. إذا هنا 2 طن طبعا أكبر من 1 طن. طبعا هنا لدينا 9999 أصغر، إذا أصغر من 1 طن. إذا نحيط هذه الكتلة، عفوا نحيط هذه الكتلة. بالنسبة لي 1000 كيلوغرام، طبعا 1000 كيلوغرام تساوي 1 طن وليست أصغر من 1 طن. وبالنسبة لي 99 قنطار أكبر من 1 طن، وبالتالي فإن هذه الكتلة 9999 هكتوغرام أصغر من 1 طن، طبعا استنادا إلى الجدول. نمر الآن للسؤال الموالي، سؤال 5. أحيط الكتلة التي تساوي الكتلة المعروضة في البطاقة في كل سطر، طبعا دائما باستعمال الجدول. طبعا 1 قنطار كنا قد أشرنا إليها سابقا، 1 قنطار تساوي 100 كيلوغرام، 1 طن تساوي 1000، 1 كيلوغرام، إذا 1 نضع هنا. طبعا الاختيارات لدينا 10 هكتوغرام. طبعا يمكنكم استعمال الجدول الخاص بالجرام وأجزائه من أجل الحصول على 10 هكتوغرام. 1 جرام تساوي 10 ديسيغرام. طبعا يمكنكم استعمال هذا الجدول، جدول خاص بقياس الكتل، من أجل التأكد من هذه الإجابات. هنا لدينا 1 جرام، نضع 1 هنا في الجرام. إذن عندما نضع هنا 1 جرام لدينا هنا 10 ديسيغرام، وبالتالي نضيف 0 هنا. إذن 1 جرام تساوي 10 ديسيغرام، لذلك قلنا بإحاطة هذه الإجابة. طبعا يمكنكم التأكد من خلال استعمال هذا الجدول، وطبعا الطريقة معروفة وقمنا باستعمالها في أكثر من مثال وأكثر من سؤال. إذن سأقوم بإجابة عن باقي الأسئلة، طبعا تقومون بوضعها في الجدول والتأكد. 1 قنطار، ما هي الكتلة، عفوا هنا سأقوم بقراءة السؤال أولا. إذن أحيط أقرب كتلة إلى الكتلة المعروضة في البطاقة، 1 قنطار، ولدينا هنا 7 كيلوغرام و99 كيلوغرام و985 كيلوغرام. هنا طبعا 1 قنطار تساوي 100 كيلوغرام، وبالتالي فإن أقرب كتلة هي 99 كيلوغرام. طبعا تضعون، إذا أردتم التأكد، تضعون هذه الكتل في الجدول، وتبقى 99 كيلوغرام هي أقرب لواحد قنطار أو 100 كيلوغرام. 1 طن يساوي تقريبا 1000 كيلوغرام،
هنا لدينا 5 قنطار أي 500 كيلوغرام، هنا 39 كيلوغرام، وبالتالي 999 كيلوغرام هي الأقرب. 1 كيلوغرام 99 ديكاغرام، 92 غرام، و9 هكتوغرام. سأقوم بوضع هذه الكتل في الجدول، تابعوا معي جيدا. إذا 99 ديكاغرام، أضع 9 الوحدات في الديكاغرام هنا، إذا 99 ديكاغرام، 92 غرام هنا، 92 غرام، وأخيرا 9 هكتوغرام، وبالتالي فإن الأقرب هي 99 ديكاغرام. هنا لدينا 99 وهنا لدينا 9، إذا 99 هي الأقرب للكيلوغرام. أخيرا 1 غرام، لدينا 9 سنتيغرام، 9 ديسيغرام، و9 ميليغرام، طبعا الأقرب هي الديسيغرام. إذا نحيط هذه الإجابة، ممتاز. إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا السؤال. طبعا باستخدام الجدول يمكن أن نحصل على إجابات صحيحة. ملاحظة فقط في السؤال رقم 5، هنا 1 طن، طبعا 1000 كيلوغرام تساوي 1 طن، وهنا أيضا 10 قنطار تساوي 1 طن، إذا تجد إجابتين صحيحتين. هنا مطلوب منا هو إحاطة الكتلة التي تساوي الكتلة المعروضة، بينما هنا لدينا كتلتين تساوي الكتلة المعروضة. إذا 10 قنطار تساوي 1 طن، أو 1000 كيلوغرام تساوي 1 طن، كلتا الإجابتين صحيحتين، ممتاز. نمر الآن لباقي الأسئلة. سؤال 7، باع مزارع 999 كيلوغرام من الخوخ في السوق الأسبوعي لمدينة أزرم، أحيط أقرب قياس لهذه الكتلة. طبعا هنا لدينا 999 كيلوغرام، هنا 1 قنطار، طبعا نحولها إلى الكيلوغرام سنحصل على 100 كيلوغرام، هنا 1 طن تساوي 1000، إذا 1000 أقرب ل999، 10 كيلوغرام، و1000 هكتوغرام، طبعا 1000 هكتوغرام يساوي 1 قنطار، وبالتالي فإن 1 طن هي إجابة أو القياس الأقرب لكتلة 999 كيلوغرام. طبعا وضعت هذا الجدول هنا كي تقوم بإنجاز هذه التمارين، أيضا للتأكد من الإجابات التي أضعها. السؤال رقم 8، العلامة 5 طن تعني مرور ممنوع المرور لكل وسيلة نقل تتعدى كتلتها بحمولتها 5 طن، وحيث كل وسيلة نقل سيسمح لها بالمرور. طبعا 5 طن بالكيلوغرام هي 5000 كيلوغرام، إذا أضع هنا 5000، وبالتالي 5000 كيلوغرام. كتلة هذه الحافلة هو 4999 كيلوغرام، أي أصغر من 5 طن، إذا تستطيع هذه الحافلة المرور، إنها أصغر من 5000 كيلوغرام أو 5 طن. 55 قنطار، هنا أضع 5 و5 تساوي 5500 كيلوغرام، بالتالي هذه الشاحنة لا تستطيع المرور لأن حمولتها أكبر من 5 طن. سيارة كتلتها 2500 كيلوغرام، طبعا تستطيع المرور لأن كتلتها أصغر من 5 طن أو 5000 كيلوغرام، ممتاز. نمر الآن للسؤال الموالي. غادرت شاحنة ميناء الدار البيضاء وعلى متنها 8 طن من البضائع، أفرغت 15 قنطارا في برشيد ثم 3500 كيلوغرام في سطات، ما هي كتلة البضائع المتبقية التي سيتم إفراغها في بنغري؟ طبعا للإجابة عن هذا السؤال سنستعين بالجدول.
سنضع كتلة البضائع التي توجد على متن الشاحنة 8 طن. إذا نضع 8 في الطن، 8 في التي، دونك 8 هنا، وباقي خانات إلى كيلوغرام نضع فيها أصفار. إذا 8 طن تساوي 8000 كيلوغرام. ممتاز. أفرغت هذه الشاحنة 15 قنطارا في برشيد. 15 قنطار سنضعها في جدول، 15 هنا بالأحمر، ونحولها للكيلوغرام، نحصل على 1500 كيلوغرام. إذا كانت لدينا 8000 كيلوغرام. بعدها قامت الشاحنة بإفراغ 15 قنطار أو 1500 كيلوغرام، ثم 3500 كيلوغرام نضعه هنا في الجدول. إذا قمنا بتحويل كل الكتل للكيلوغرام. لماذا؟ كي نقوم بإنجاز عملية الطرح. إذا 8000 كيلوغرام أو 8 طن، سنقوم بإزالة 15 قنطار منها التي تم إفراغها من برشيد، في برشيد عفوا، ثم 3500 كيلوغرام التي تم إفراغها في سطات، وفي الأخير سنحصل على كتلة البضائع المتبقية التي سيتم إفراغها في بنغريل. إذا سنكتب هنا كتلة البضائع التي سيتم تفريغها وإفراغها في بنغريل، هي طبعا هي 8 طن ناقص 15 قنطار ناقص 3500 كيلوغرام. ممتاز. إذا هنا سنقوم بتحويل جميع الوحدات إلى كيلوغرام كي نحصل على النتيجة بالكيلوغرام. إذا 0 ناقص 0 ناقص 0 تساوي 0. ممتاز. نفس الشيء هنا، 0 ناقص 0 ناقص 0 تساوي 0. هنا 0 ناقص 5 ناقص 5 لا يمكن، إذا أضيف هنا 10. 10 ناقص 5 تساوي 5. 5 ناقص 5 تساوي 0. إذا نكتب هنا 0 وأنزل الواحد هنا. طبعا 8 ناقص 1 تساوي 7. 7 ناقص 3 تساوي 4. 4 ناقص 1 تساوي 3. إذا النتيجة هي 3000 طبعا كيلو جرام. 3000 كيلوغرام أو 30 قنطارا أو 3 طن. جميع هذه الإجابات إجابات صحيحة. سنقتصر هنا بوحدة الكيلوغرام. إذن نمر الآن السؤال الموالي. دائما باستعمال الجدول، 5 طن هي 5000 كيلوغرام، و4 قنطار هي 400 كيلوغرام. طبعا هنا نضع 5400. طبعا يمكنكم التأكد باستعمال الجدول. 12 قنطار، إذن هنا 12 قنطار تساوي 1200 كيلوغرام، زائد 7 كيلوغرام تساوي 1207 كيلوغرام. هنا 7000 كيلوغرام فيها طبعا 7 طن، اكتب هنا 7، و 9000 هكتوغرام هنا 0009، إذن 9 قنطار. إذن بالنسبة للسؤال رقم 11 لا يختلف كثيرا عن باقي الأسئلة. طبعا باستعمال جدول، 3000 كيلوغرام أضع هنا 0 0 0 3 تساوي 3 طن. إذا هنا 3 طن، و30 قنطار. إذا وضعت هنا وحدة القنطار وهنا الطن. إذا هذه هي الطريقة باستعمال جدول. باقي الأجوبة، 7 طن تساوي 70 قنطار تساوي 7000 كيلوغرام، 9 قنطار تساوي 900 كيلوغرام تساوي 9000 هكتوغرام، أخيرا 2 قنطار و50 كيلوغرام تساوي 250 كيلوغرام تساوي 2500 هكتوغرام، طبعا باستعمال الجدول. إذا قمت بإجابة عن هذا السؤال وتتأكدون باستعمال الجدول. أهم شيء في هذا الدرس وهو كيفية استعمال الجدول من أجل الحصول على إجابات
صحيح. إذن نمر الآن للسؤال الأخير، السؤال رقم 12. نقرأ السؤال: أراد تاجر من الداخل نقل 64 صندوقا من السمك، كتلة كل صندوق 50 كيلوغرام، على شاحنة حمولتها 3 طن. السؤال هو: كم كيلوغراما من السمك عليه أن يتخلى عنه حتى يستطيع إيصال الباقي إلى مدينة أكادير؟ طبعا هنا سنحسب كتلة السمك، لدينا 64 صندوقا، كتلة كل صندوق هي 50 كيلوغرام. طبعا 64 عدد الصناديق مضروبة في 50 كيلوغرام كتلة كل صندوق تعطينا 3200 كيلو غرام. طبعا 3200 كيلوغرام هي كتلة السمك والصناديق. إذا نكتب كتلة صناديق السمك هي 64 في 50 كيلوغرام تساوي 3200 كيلوغرام. نحن نعلم هنا بأن حمولة الشاحنة هي 3 طن، وثلاثة طن هي 3000 كيلوغرام. إذا وضعنا هنا 3 طن، 3 هنا، سنقوم بإضافة 0 هنا، 0 0، بالتالي سنحصل على 3000 كيلوغرام، ولدينا هنا 3200، وبالتالي فإن الحمولة الزائدة هي طبعا 3000 ناقص 3200 هي 200 كيلوغرام. إذا الحمولة التي عليه أن يتخلى عنها هي 3200 كيلوغرام، أي كتلة الصناديق، ناقص 3000 طن، أي حمولة الشاحنة، تساوي 200 كيلوغرام. إذن هذه هي الحمولة التي يجب أن يتخلى عنها ليتمكن من إيصال الباقي إلى مدينة أكادير. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. شكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.